السلام عليكم. في ده هنكمل كلام عن شوية بروبرتيز للبادي سيتس. أول حاجة هنقولها دلوقتي حاجة بسيطة، يعني بيقول لك إن عشان أقول إن البادي سيت A equal البادي سيت B لازم يكون الممبرشيب فانكشن بتاعت كل variable X في اليونيفرس بتاع A تساوي نفس الممبرشيب فانكشن لنفس الفاريبل X في B. يعني ده كلام يعتبر كلام بديهي يعني. طيب ايه تاني؟ عندي حاجه اسمها الكونتينمنت. امتى اقول ان الفازي سيت بي مجموعه جزئيه من ايه او از كونتيند في الايه؟ لو فاكرين في الكريسب سيتس، لو عندي السيت الاولانيه كانت مثلا 1 2 3 4 كده سيت A، والسيت B ككريسب سيت برضو عبارة عن 2 و3، كنت أقدر أقول إن البي دي مجموعة جزئية من الـ A. لو جيت أرسم الكلام ده أو حتى خلي باش ده خليه حتى حاجة كونتينيوس تبقى أسهل شوية أو تبقى ألطف شوية. من 1 لـ 4 دي كده كريسب سيت A، كريسب سيت B مثلا من 2 لـ 3، كنت بقول إن البي مجموعة جزئية من الـ A. لو جيت أرسم الكلام ده هلاقي إن ده بيحصل عشان لو جيت أرسم الممبر شيب، طبعا دي هي قيم X في اليونيفرس U، دي كده اكس عادي يعني. الميو ايه هلاقيها 0 في كل حته ما عدا من 1 لحد 4، هلاقي هنا 1 دي كده ايه او ميو ايه، يعني دي كده ميو ايه. الميو بي هتكون من 2 ل 3، بس هتكون حاجه زي كده من هنا كده. انا عايز اعمل ايه بقى عشان ده كده عايز ده مثلا، فدي كده هي نيو بي. كنا هنلاقي ان الكونتينمنت معناها ان الشكل ده يكون متحقق بشكل ما، يعني ان البي جزء من الاي. طيب بنعرف الكونتينمنت في الفازي سيتس ان الممبر شيب فانكشن، يعني البي از كونتيند ان اي او مجموعه جزئيه من الاي لو اف فور اول اكس الميو بي اوف اكس اصغر من او يساوي الميو اي اوف اكس. فده معناه ان لو يعني حاجه شبه كده، بحاول اعمل حاجه شبه كده، يعني هنا الميو اي لو دي كده هي البي، طبعا دي كده الميو بي اوف اكس اللي جوه دي اكس الكلام ده كده، فدي كل قيم الميو بالنسبه لبي اصغر من او تساوي الميو اي اوف اكس. يعني مثلا في النقطه دي الميو بي بزيرو ودي بواحد فهي اصغر منها. طيب بالنقطه دي الاثنين يساوي بعض فعادي، لكن مش هلاقي مثلا ان في لحظه من اللحظات هلاقي البي بواحد والاي بزيرو. لو افترضنا الازرق ده هو البي انا كده، يعني كده على النقطه دي البي بواحد والاي بزيرو، فدي مش كنت فاقدرش اقول كده ان البي كونتيند ان اي، يعني ان ذاتها هيكون البي فيها جزء كمان مش جزء من اي. طيب نفس التعريف لو انا عندي بقى فازي سيتس، هلاقي ان لو دي مثلا النيو اي اوف اكس، عشان اقول ان البي كونتيند للاي ممكن تكون البي حاجه كده، فكده البي كونتيند الاي او مجموعه جزئيه من الاي او حاجه كده او حاجه كده او حاجه كده، اي حاجه طالما كونتيند وسط الجراف بتاع النيو اي اوف اكس هيبقى البي مجموعه جزئيه من الاي كفازي مجموعه يعني. طيب الحاجة التالتة عايز أتكلم عنها هي البروجيكشن. البروجيكشن هنتكلم عنه بعد كده بالتفصيل شوية، بس هنا هنقول مجرد فكرة صغيرة. يعني لو أنا عندي membership function معتمدة على أكتر من variable، يعني بدل ما أنا عندي ميو اي اوف اكس ده كده بنتكلم عنه قبل كده، لا هيبقى عندي ميو اي اوف اكس واي مثلا، أو ميو اي اوف اكس واحد واكس اتنين. فدلوقتي بقى membership function معتمدة على كذا variable، يعني زي ما الفانكشن العاديه لو عندي اف اوف اكس ممكن تبقى اف اوف اكس عباره عن في 2 دي كده، هيبقى عندي دلوقتي لو عندي اف اوف اكس وواي هيبقى حاجه في 3 دي، فانكشن معتمد على قيمه اكس وواي. طيب ده ممكن يكون معناه ايه؟ ممكن يكون معناه مثلا الممبر شيب فانكشن بتاعت الناس اللي طولهم اكبر من 50 او طولهم قصدي اكبر من 150 ووزنهم اكبر من 100. انا عندي اثنين فاريبلز، عندي الاكس بيعبر لي عن الطول والواي مثلا بيعبر لي عن الوزن، تمام؟ فلو شخص يعني لو عندي كده ممكن ارسم محاور احداثيات، هنا الاكس وهنا كده
الواي الاكس ده ممكن اقول ان هو طول الشخص الهايت او اللينث وده هو الويت. طيب ممكن بقى نرسم اي ممبر شيب فانكشن. خلينا مش بلاش هايت الويت، يعني انا مقترح نخليها حاجه تنفع تكون موجه مسهله بس هتكون بشكل الطف شويه. اي ممبر شيب فانكشن اي حاجه رياضه يعني، وعندي دي الاكس ودي الواي ماشي، ده كده المحور اليو. انا عايز ارسم بس عايز اكمل الخط ده كده، فده الاكس وده الواي طبعا ده مش حاجه، وده كده الميو اكس وواي. طيب الميو اكس وواي طبعا بترسم في 3 دي، ممكن يطلع بشكل ما يطلع حاجه عامله كده مثلا، يعني حاجه شبه جاوس يعني كده، مش عارف ارسمها قوي يعني بس نرسمها كده بشكل مضيق شويه. وطبعا ما ينفعش يكون اصغر من صفر، يعني كده مش تحت الصفر كده، برضو عند الصفر مثلا او عند قيمه صغيره يعني. طيب لو دي كانت هي قيمه الميو اوف اكس وواي حاجه في 3 دي، عندي حاجه اسمها بروجكشن. البروجكشن بحاول اقلل بيه الدايمنشنز بتاعت الفازي سيت بتاعتي، بدل ما اكس وواي عايزها مثلا اكس بس او عايزها واي بس. طيب خلينا هنا احسن كده، رسمت نفس الشكل اللي انا قاعد ارسمه بس مش عارف ارسمه يعني على الرسام. فده عباره عن جاوسيان عادي، معادلته اللي انا رسمتها والمحور ده هو النيو اكس وواي، وهنا مثلا الاكس والواي طبعا 0 0 في النص، يعني هو 0 0 في النص ده جاوسيان عادي. طيب البروجيكشن بيقول ان انا عايز بدل ما عندي طبعا هنا الاكس، يعني ده كده محور مثلا الاكس، انا مش عارف فين الاكس فين الواي، هو الاحمر المفروض هو اللي هنا الاحمر هو الاكس، فده كده هو الاكس ماشي، والاخضر هو الواي. فانا عندي هنا محور اكس وهنا محور واي في نص الرسمه بالظبط. انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل بروجكشن اللي هو انا عايز اتجاهل مثلا الواي خالص، عايز ابروجكت على الواي يساوي 0. طبعا لو الواي بيساوي 0 فهو البلين ده اللي هو الاكس زد بلين. لو انا عايز ابروجكت على الاكس زد بلين فانا عايز الغي الامتداد في الاتجاه الواي ده خالص، ويبقى عندي 1 دي كده حاجه على الاكس زد بلين بس، اشوف قيمه الميو اوف اكس من غير ما اكون معتمد على الواي. طيب قال لك نعمل ايه؟ قال لك عند كل نقطه هنا طبعا الاكس وهنا الواي، قال لك عند كل اكس عدي كده على كل الوايز اللي عندك، على كل الوايات اللي عندك. يعني ده هنعمل بروجيكشن ازاي؟ قال لك عند كل قيمه الاكس نقطه مثلا الاكس هنا كده، عدي على كل الوايات اللي عندك دي كلها وشوف قيمه الممبر شيب فانكشن هي النيو اوف اكس وواي عند كل قيمه معينه للاكس وواي. انا بختار قيمه اكس اسميها اكس نود، عند اكس نود عند كل اكس نود بشوف كل الوايز واحسب النيو اوف اكس نود وواي لكل الوايات دي واشوف مين اعلى ميو او مين اعلى ممبر شيب فانكشن عند الاكس نود دي في كل الوايات دي، واعتبر ان الميو داش اوف اكس الميو داش اللي هي الميو بعد البروجكشن اوف اكس هي الماكسيمم فاليو بتاعته. طيب بمعنى تاني ايه؟ بمعنى تاني ان انا كاني يعني كاني عندي كده، لو خلينا نفترض مجرد افتراض مش صح، ان ده محور اكس وده محور واي، ده محور اكس وده محور واي اللي هو مش افترض ان هم مش في النص، يعني افترض ده الاكس وده الواي واللي في النص ده يعني كده كان الكيرف متشفت بالمسافه دي. البروجكشن كاني جبت كشاف وسلطته عمودي على الكيرف ده، لو عايز ابروجكت مثلا على الاكس زد بلين ده اللي هو البلين اللي في الحيطه اللي في قصادنا دي، كاني جبت كشاف وسلطته على الكيرف ده، هيطبع لي جراف كده 2 دي جراف او يعني حاجه كده في ال 2 دي عادي، عباره عن الاسقاط بتاع هذا الشيء على الواي زد بلين، فاعتبر ان ده هو البروجكشن. طيب فهو ده بالظبط اللي احنا عايزه، ده كانك بالظبط بتشوف اعلى قيمه هنا اللي هي اعلى قيمه للممبر شيب فانكشن عند قيمه اكس معينه، تبقى هي الميو داش اوف اكس، وعند الاكس الثانيه هنا مثلا هتلاقي دي اعلى قيمه تسقطها هنا هتبقى هي دي الميو داش اوف اكس 2، هنا برضو اعلى قيمه مثلا عند الاكس دي هتلاقي اعلى قيمه هنا هي مثلا النقطه دي يبقى هي دي الميو اكس 3. فانت يا اما يعني نقدر نعرفها بطريقتين، الكلام ده هتكلم عنه بعد كده كمان شويه يعني، بس هو فكره ان انا لو فكرت فيها ان انا عباره عن كشاف بسقطه عمودي على البلين اللي او بطلع الضوء بتاعه عمودي على البلين اللي انا عايز ابروجكت عليه،
ساعتها هلاقي ان انا كده هيبقى شكل عامل كده، هو ده كده. لو عملت اسقاط على الاكس زد بلين هيبقى هو عامل كده. طب لو عايز اسقط على البلين ده اللي هو الواي زد بلين، لو عايز ارمي الاكس واسيب الواي هلف كده واستخدم برضو كشاف عمودي، مش عارف مش عارف تلف ليه يعني، اسمع علينا، المهم الفكره واضحه يعني. واسقط عمودي هيكون جراب شكل عام كده برضو. طبعا عشان ده طبعا كان شكل سيمتريك يعني، فده الشكل ده الطريقه الانتويتيف عشان افهم يعني. هو ده فعلا ده بروجكشن، ده تعريف البروجكشن فعلا، ان انا ببروجكت يعني ببروجكت ضوء واشوف الظل بتاع الجسم. طيب التعريف الماثيماتيكال شويه، زي ما قلت ان انا لو عايز ابروجكت على عايز الغي الواي، لو انا عايز الغي الواي يبقى هشوف قيمه، هشوف عند كل اكس اشوف الممبر شيب فانكشن عند كل الوايات، عند الاكس دي اشوف الممبر فانكشن عند كل الوايات، واشوف اعلى عند الاكس. انا كنت كده صح؟ ماشي. عند الاكس دي هشوف قيمه الميمبر شيب فانكشن عند كل الوايات، واشوف اعلى واحده فيهم اعتبرها هي قيمه الميو داش اوف اكس، لان ده هو اللي هيحصل لما اعمل بروجيكشن او لما اعمل بروجيكشن بضوء يعني. نفس الكلام هنا، لو عايز ابروجيكت على الواي زد بلين، يعني انا عايز الغي الاكس، فانا هشوف كل قيمه الواي، اشوف كل قيم الاكسات دي، اشوف الميمبر شيب فانكشن اعلى قيمه الميمبر شيب فانكشن عند كل واي نود واكس اعتبرها هي الميو داش اوف واي او الميو اوف واي بعد البروجيكشن. طيب تعال نشوف مثال على الكلام ده ابسط شويه، حاجه ديسكريت مثلا. لو قلت لك ان الميو اوف اكس وواي، الميو اي اوف اكس وواي عباره عن 2 من 10 مثلا على 3 و4، انا دلوقتي بقى عندي 2 فاريبلز، فبقيت بكتب في المقام قيمه الاكس وقيمه الواي، زائد 3 من 10 على 3 و5، زائد 6 من 10 على 6 و5، زائد 8 من 10 على 2 و4 مثلا. فدي الممبر شيب فانكشن ميو اي اوف اكس وواي. لو انا عايز اجيب الميو بروجيكشن اون اكس يساوي 0، ماشي؟ الاكس يساوي 0 دلوقتي، لو عندي الرسمه دي كده، فالاكس بيساوي 0 اللي هو فين اللي هو البلين ده اللي هو الواي زد بلين، صح؟ ده كده الاكس بيساوي 0، ده كده البلين اللي معادلته اكس بيساوي 0. فلما اقول ان انا عايز ابروجكت على الاكس بتساوي 0 او على ماشي، ده بيكون معناه ان انا عايز اتجاهل قيم الاكس، عايز ما يبقاش عندي اكس، عايز اجيب النيو اوف واي يعني، عايز اتجاهل قيم الاكس خالص، عندي بقى الاكس بيساوي 0 فيبقى عندي حاجه على الواي زد بلين، فالاكس بقت اتلغت يعني. طيب لو قلت لك بروجكشن على الاكس بيساوي 0 هيبقى اوف واي طبعا دلوقتي، يكون عباره عن ايه؟ اللي انا قلته ايه؟ ان انا بشوف عند كل واي، شوف انا عندي كام واي؟ انا عندي دي واي، عندي واي بيساوي 4، واي بيساوي 5، واي بيساوي 4، فانا عندي 2 واي. طيب القيمه الاولى للواي هي الـ4، والقيمه الثانيه للواي هي الـ5. طيب عند كل واي بشوف كل قيم الممبر شيب فانكشنز لكل الاكسات الثانيه، او بشوف كل قيم الممبر شيب فانكشنز للواي بتاعتها بيساوي 4، فانا عندي دي 2 من 10 على 3 و4، وعندي دي 8 من 10 على 2 و4، بشوف مين الماكسيمم بتاعهم. انا زي ما قلت عايز اعمل زي بالكشاف، والكشاف بيشوف الماكسيمم فاليو يعني، او البروجكشن بتاع الكشاف. فانا عندي ال 2 من 10 مرتبطه بالواي بيساوي 4، 8 من 10 مرتبطه بالواي بيساوي 4، فاختار الاكبر منهم اللي هي 8 من 10. بعدين عندي برضو عند الواي بيساوي 5 اشوف قيم الاكس المختلفه، فانا عندي هنا الاكس بيساوي 3 مره وبيساوي 6 مره. طيب الماكسيمم فيهم كام؟ 6 من 10 دي عند الخمسة، و3 من 10 عند الخمسة، فبرضه بختار الكبيرة يعني 6 من 10. فكده عملت بروجيكشن على الاكس بيساوي 0 بلين، او بقى عندي الممبر شيب فانكشن كفانكشن في الواي بس، ما بقاش عندي الاكس. طيب لو عايز اعمل مش عارف اسمها ميو داش، هنشوف اسميها ايه بعد كده، مش فاكر الكونفنشن بتسميها ايه يعني، فدي مش ده مش كونفنشن قوي، انا بس بقول اي كلام يعني. لو عندي لو عايز ابروجيكت اون الواي يساوي 0 اللي هو انا عايز اتجاهل الواي، او عايز اسقط على الناحيه دي كده، فانا عايز قيم الاكس هي تفضل عندي بينما الواي الغيها خالص من حساباتي، برده هشوف قيم الاكس ديستنكت. ايه قيم الاكس ديستنكت عندي؟ 3 6 و2، يعني 3 و6 و2، يبقى انا عندي هيكون حاجه عند ال 3 وحاجه عند ال 6
وحاجه عند الاثنين. طيب عند الثلاثه عندي دي متكرره مرتين صح؟ يبقى هختار الاكبر فيهم 3 من 10. عند السته واحده بس، وعند الاثنين واحده بس. فده كده هو البروجيكشن بتاعي. طيب ده كده مثال ديسكريت. لو عايز مثال كونتينوس، اخر حاجه اقولها في الفيديو ده، لو قلت لك ان الميو نفس اللي انا كنت رسمه قبل كده اللي هو الجاوسيان كيرف، لو الميو اي اوف اكس وواي عباره عن اي اس نيجاتيف اكس تربيع زائد واي تربيع، ماشي. الحقيقه هو ده كده الجاوسيان كيرف في 2 دي يعني، والسنتر ده حوالين الاكس يعني حوالين 0 0. طيب قلت لك هات لي الميو داش اوف اكس مثلا، اللي هو انا عايز ابروجكت على الواي يساوي 0 بلين. طيب محتاج اعمل ايه؟ قلت لك ماشي، يعني تعال نشوف كده. محتاج اشوف عند كل قيمه الاكس ايه الماكسيمم بوسيبل فاليو، او عند كل قيمه الاكس بعدي على كل الوايات البوسيبل، على كل البوسيبل وايز، واشوف مين الواي اللي هتجيب لي الماكسيمم فاليو واختار الماكسيمم فاليو دي. تعال عشان نعرف نحل الكلام ده ممكن نختار نقط. يعني افترض ان انا عندي ات مثلا اكس يساوي 0، ماشي. فانا هعوض كده كده مجرد تجربه بس، اكس يساوي 0 هلاقي المعادله بتاعتي بقت كام؟ بقت اي اس ناقص واي تربيع. ايه قيمه واي اللي تخلي لي المعادله دي اكبر ما يمكن؟ اي اس ناقص واي تربيع. طيب لو الواي ب 0 هلاقي ده اي اس صفر ب 1، وكل ما الواي تزيد خلاص ده رقم موجب وده سالب، فده كيرف جاوسيان كده، فكل ما الواي تزيد كل ما ده هيقل صح؟ فبالتالي قيمه الواي اللي بتديني الماكسيمم فاليو للممبر شيب فانكشن هي الواي تساوي 0. فبالتالي الماكسيمم ممبر شيب فانكشن هي اي اس 0 اللي هي بتساوي 1 صح؟ تمام. يبقى الاكس بيساوي 0 الماكسيمم بتاعي هيكون، الماكسيمم هيكون 1، او الميو داش اوف اكس هتساوي 1، وده بيحصل لما الواي يساوي 0. طيب تعال نجرب قيمه ثانيه بقى، ات الاكس مثلا بيساوي 2، ساعتها المعادله هتكون اي اس ناقص 4 زائد واي تربيع. برضو عايز اجيب قيمه الواي اللي تخلي لي المعادله دي ماكسيمم، وبرضو هنلاقي ان الواي ده رقم موجب، فكل ما رقم الترم ده يزيد كل ما الفانكشن دي كلها هتقل، فانا عايز الترم ده يكون اصغر ما يمكن، وده هيحصل لما الواي برضو تساوي 0. طبعا الواي لو الواي نيجاتيف ده هيبقى بوزيتيف برضو، فده مش هيأثر، فلازم يكون الواي بيساوي 0. فبرضو اللي بيجيب لي الماكسيمم ممبر شيب فانكشن بيحصل لما ات برضو ات واي يساوي 0. هنلاقي ان الباترن ده بيتكرر مهما كانت قيمه الاكس، يعني مهما كانت قيمه الاكس اللي بحطها اللي هيحقق لي الماكسيمم ممبر شيب فانكشن هتكون لما الواي تساوي 0، ان كده كده ده موجب وده موجب فبيتجمعوا على بعض، فاللي هيحقق لي الماكسيمم ممبر شيب فانكشن هو لما الواي تساوي 0. يبقى اذا هلاقي ان فور اني اكس، فور اني اكس الماكسيمم ميو داش اوف اكس هتساوي اي اس ناقص اكس تربيع، لان انا دايما بحط الواي ب 0 وبيكون ده هو الماكسيمم فاليو، فانا هلاقي ان ميو داش اوف اكس هي الاي اس ناقص اكس تربيع. طيب فده معناه ان انا لما ببروجكت الشكل ده على محور اكس، لو طبعا ده هو محور اكس كده هيطلع لي جاوسيان برضه، ده اللي احنا استنتجناه، ده هو ده اللي استنتجناه او شفناه حتى بالنظر، يعني ان هو هيطلع لي جاوسيان ده كده، وده معادلته اي اس ناقص اكس تربيع عادي جدا. طيب واضح ان احنا ان في سيمتري، فبرضه هلاقي ان لو عايز ابروجكت على الواي زد بلين هلاقي ان برضه هيطلع الماكسيمم فاليو هتحصل لما تكون الاكس بتساوي 0 او الاكس تربيع بتساوي 0، فهلاقي ان البروجكشن على الواي زد بلين هيساوي اي اس ناقص واي تربيع، فهلاقي ان الميو داش برضه ممكن نحسبها نفس الطريقه، بنقعد نجرب كده شويه ارقام لحد ما نلاقي باترن، يعني هلاقي برضه ان ميو داش اوف واي لما اعمل بروجكشن يعني اللي هو بروجكت اون اكس بيساوي 0، وهنا بروجكت اون واي يساوي 0، هلاقي برضه اي اس ناقص واي تربيع، لان الماكسيمم فاليو بتحصل لما الاكس تربيع دي تكون ب 0. طيب غالبا هنتكلم على الكلام ده تاني قريب يعني، بس 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 المقدمه دي مهمه، المقدمه دي انا مش هعيدها تاني، فدي مقدمه كويسه وهنفصل فيها كمان شويه بعدين لما نخش في الفصول الجايه يعني.